ده محظور. يعيش ولدي هز المخبز اللي طلبهم لي. هز عم احمد. انا سمعت. سامحني. تفضل. ما بتعرف انا كل حاجه ننوي نعملها ماذا بيا نشاورك عليها. انا على ذمتك سي محسن ان شاء الله خير. اسمع هاك الزوز اللي يخدموا ورا ماكينه القصاير ايش رايك فيهم؟ رفيقه محمود. اي تليفون من دار الحاج مملوك. قولوا له ما تو يكلمكم هاني لاي في خدمه انا وعمك احمد. حاضر. من ناحيه رايي فيهم يعني ثقة عاقلين خدامة واحد نجم يعمل عليهم. بش تكلفهم تو نقول لك. ماذا بيا نحط رفيق شايف على الخدامة في بيتك انت مادام انت تحب تمشي علينا بالسيف ومحمود نحطه في بقعة العجول. محاسبة؟ لا مش محاسب. الحساب بيني وبين الحاجة. اما هكا نحب نكلفه بحاجه اخرى. نعرف نعرفهم صعاب وروس مكاسحه وما يحبونيش. يا سي محسن ما قلتش هذا. اسمع محمد انا ما نخلطش ما بين الخدمه والعلاقات الخاصه. نمن اللي كل واحد جيه فرصته وياخو حقه حتى لو كان يغلط واحد منهم لازم يصلح روحه بروحه. اش باش نقول لك والله كل يوم تزيد تكبر في عيني يا سي محسن. الحقوا علي البيرو توا وماذا بيا هالكلام هذا تقولوا قدامي. عسلامة. تفضل. قل لي هذا المكتب نتاع سي العرضي النفطي المحامي. شكون سيادتك؟ شكون سيادتي؟ وانت لالا شكون سيادتك؟ انا الكاتبه نتاع سي العرضي. انا يظهر لي كاني تبارك الله شفتك قبل. كان تقول لي شو اسمك؟ اسمي نرجس. وشكون نقول له؟ تقول له معتوق. لا قل له المحرك معتوق. تفضل 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 اسمي معتوق. مرحبا بك. ادخل ادخل. تبارك الله سبحان الله تبارك الله. هذا اختار سعيد خويا. شنو حوالك؟ شنو هي صحتك؟ لاباس عليك. شوف يا عربي خويا ما نطولش عليك الحكايه. البارح وانا في الحانوت في العشيه قاعد افكر في الناس اللي يفعلوا في الخير جهاد تصويرتك بين عيني سبحان الله. يعطيك الصحة ويذكرك بالخير إن شاء الله. ولو يا عربي خويا أنت ماكش من المتساكنين بتاع الحومة بتاعنا وإنما نعتبروك واحد منا. وشي أنا واحد ونص منها. شوف ما أنا عربي إحنا عندنا امرأة سيدة محترمة هجانة توفى رجلها تو عنده مدة خلالها وليد. إيش أقول لك حطوا على الجرح يبرأ. يظهر لي تعرفه أنت. نعرفه. وشكون؟ زيدون ولد الدرعية. الدرعية؟ اي والدرعية وش بيه؟ وش ناقصها؟ هاني لاباس عليه والحاج بيدا وموصي عليه قضيتها مقضية كل شيء جاها غادي الدار. هي في الحق ما ناقصها شيء وإنما الوليد كبرشي خذاشي البكالوريا بامتياز تلقاها تقريبا على البلاد الكل. اي أدخلشي للجامعة. اي خذاش الحقوق عينوه في المحكمة. قلت له ناقصنا واحد وكل الروبة الكحلة هو داخل صباح المساء في الحومة والناس يوقفوا فيه ويستشيروا فيه وهو يدل فيه. هذا كيف رام أطفل الحكاية. قلت يا معتوك أشكون فاش تمد فيه؟ أشكون فاش تمد فيه؟ قلت عليه العربي بتاعنا اللي يخدم مع العربي. وليه رد كلمتك السي معتوك هي الحق حاجة وحوش. أنا بيدي كبرت ونحب نرتاح ونتولها بنفسي شوي وهو يكمل التربص تاعه في البيرو وشد هو البيرو على طول وربي يقدر خير. حتى انا قلت العرفي المده هذه محسوب لمحل نهار محلول وعشرة لا وانت تمشي للحافه تعمل في البانوات. الشباب يا عربي خويا توا وقت الشباب ولا وانت زاد ما زلت البركه. هيا تعرفش كيفاش من غدوه الحي يبدا الخدمه لهنا في البيرو. غدوه ما تقول هالكلام. والله العظيم ما تعرف. خليني نعمل تليفون لك حمطين نقول له شوف سيدك معتوه كيفاش عنده كلمه ولا ترد. يا ولدي حمطين ما عندوش تليفون. صباح صباح. نعم مش نفهم شبيه لالا سندس اليوم نهار كامل مسكر على روحها بيروها وتبكي بالصوت زعما ما تدريش وعلاش. فما واحد قريبه في المصحه. الله اكبر
ما نخليني نمشي نعزيها عاد. لا تعزيها ولا تجي على حالها، وبعد من هون اليوم. شوف جماعة سبور يحبوا شي حاجة. زعما عمتها زي هي ولا جدها؟ وقيل واحد يقرب لها برشا. واحد اسمه سلاح المرابط، صاحبوها برشا وعنده حوانة البركة، يحبها كيف بنته. اسكت، تليفونها هي هذي. نعم، نطلبولك توا سون دو سون؟ توا مالا وقتاش؟ باه، تحبش نكلم لك الطبيب؟ السيد قال لك حطيناه في بيت وحده. اليوم الصباح دخلت عليه الممرضة ما لقاتش ريحته. هزوه للجبانة. تبارك الله على ذكيك، هرب. توا نسكت ولا نتكلم؟ توا ما فهمتش شو تحب تقوله. معناه انا في الدار هذه ما عنديش الحق باش نتكلم بالكل. عايشه اختي، عايشه اختي، ما يجيش هكا بشويه الكلام، ما يجي كان بالمعقول راهو، وقبل ما حد يسمع. ما يهمنيش، خليهم الناس كل يسمعوا. تكلم يا دلال، شبيك ساكته؟ ما عندي ما نتكلم. هذيك تربيتكم فيها، كبستوا عليها انا حتى قطعتوا عليا نفس، ورخفتوا لها هي الحبل حتى ولا شوليقه. هاي متعه ناجحه هذيك، وليد على حالها، بوها عنده فيها ثقة. متعة ما تخافش عليها، خليها تسهر. باستا للا باستا، ما تطيحش القدر اللي بيناتنا، وما تخلينيش نقول كلام يوجعك. شفتوني؟ شفت اللغة اللي تعلمتها من الجراجات والبومات والسهريات؟ دليل، يجعل منك، انت أعقل منها. برا عيش بنت يطلع لفوق، ما نحبش بوك يسمعكم تتناقوا. كل مرة تتعاركوا هو يسمع يدخل البيت ويسكرها على روحه ويبدا يبكي. حاضر أمي، حاضر. وانتي؟ نعم. نحبك تجاوبني بعقلك. وأنا قاعدة نجاوب فيك بعقلك أنتِ؟ بالله ماشي في بالك. بوكي باش نحكي له ونقول له جرد الطليان جاي باش يخطبك في بنتك اللي متعة، باش يفرح وينقز يبوس ويمرتق فيك وفيها. علاش؟ شاهي ناس خير مني، خذت واحد جابتهم الجامعة، حتى واحد فيكم لا يعرفني ولا اصل ولا فصل. ذهبي مهندس قاري عاقل متربي يركب 66 كيف، وسي الطليان متاعك ش عنده؟ الطبل اللي محضنه 24 ساعة، جرد خدام عقبات الليالي في الوتلة. ما هوش جرد خدام، فنان وبشهيد وبالاوتوموبيل نتاعو اللي حتى واحد في تونس ما يكسبها. يز ما تزيدش تفسر لنا، يكون شي زعما هو اللي مقيم القيامة قدام الدار. لا امي، هذا كلام جد. معقل صوته؟ شفت الخلط يا شهناز؟ كنا في دارنا القديمة، ربي سابل علينا ستره، لا حد يدخل لا حد يخرج. جينا لهوني تكشفنا وتكشف حالنا، وكل مجريشة المسيبين في الجراج سياحاتهم قبب، لا يحشموا من حد ولا يحترموا حد. بيه تعالوا نخرج نطردوا. خف روحك قبل ما يفيق بوك، وماذا بيك طردهم من الجراج ومن الحومة الكل. يهمك فيها تحبوا ولا متحبوا؟ نقتلوا نقتلها معاك يا باب الحاج، يا باب الحاج. شوف كيف فيك يا لمجد، راجل راك ما يخلص عليك. نحبها نموت عليها ما ناخذها كان انا. سيبني نموت تحت الحيط. هو اللي بيرو يعمل الكيف. هلا بيك. ما نسمعنا كلامك. ربي يستر بركة من الحاج وكلمات الخدامة. أما حاج
شو ما خدامه بربي. شو ما حاج حاج مولا المول والفلوس فلوسه. والخدامه باقي عينيهم على الزياده، وانا نقول لهم ما عندناش فلوس. مش قلت لك الزوايز اللي قلقوا فيك هذوكم حطهم يراقبوا الاخرين منهم فيهم؟ الموضوع هذاك تنفذ في وقته، وك الزوايز تحطوا في بقعتهم. يعطيك الصحه. اسمع، اني جبت لك حاجه باش تعمل عليها كيف؟ لازم قصر المملوك. شوف يا سيدي، أنظر للتصويرة هذي. ها؟ عجبتك ولا لا؟ ما حسيت بحد شيء؟ ما حسيت بشيء؟ ملا ما تحبش بوك؟ بابا؟ شو مدخل بابا؟ هذيك بوك يا سيدي. أنا عندي جمعة وأنا نلوج على راجل يشبه لك. ولقيت الراجل هذاك. شبيني لقيت نلوج على بوه أنا؟ شبيني لقيت يا أخي أنا؟ يا أخي ما تعرفش اللي بابا مات وأنا صغير والناس الكل تعرفه. يا محسن يزم التعليق. من توا هذيك بوك. أسمع. شد مجلتك. وبرمشي عدي وقيت على سي بحر بتاعك. أنا مازلت بعقلي. شبيك تغشش؟ هيجا هيجا، هيجا نمشيو ناكلو حاجة جميعة في بقعة باهية، وتو نفسر لك كل شيء. إن شاء الله خير، ما ثما كان خير. شوف يا درة، عندي واحد حبيبي رجل أعمال كبير، ماذا بيا نعملو غوبورتاج. تعرف هو حشيم برشا ومتواضع، عاد خممت فيك. وقتاش يحب نعملو له الغوبورتاج؟ اللي باش تسألهولو الكل موجود عندي، الأسئلة والأجوبة. ما عليك كان تشوف انت مع الجماعه وتمشيو تاخذوا له شويه تصاور. ما نعدكش يا سندس، انت في بالك ملي انا تزوجت بطلت الصحافه. لكن تو نحاول على الاقل نعمل له ريبورتاج شهري بمقابل. يا اخي انا قلت لك بلاش. شوفي درا، انا خديت لك هديه صغيره، اما ماذا بيا تحلها قدام الاولاد والمسيو. لا يا سندس، انا كيف جيتك جيتك على خاطرك انت حاجتك بيا مش على الهديه. اسمع، نحب غوبورتاج هذايا لبعد غدوه في الجريده، على خاطر نهارتها يصادف ذكرى 30 لوفاه المرحوم اللي باش تلقى تصويرته في الملف هذا. تحبش حاجه اخرى؟ قريت الجريده اليوم؟ لا، احنا مازال عندنا وقت باش نقراو جرايد. علي عندكم برشا خدمة؟ أنا نذيرة وأخواته. شكون أخوات نذيرة؟ شد عندي، أنا سيدي فوزية وراقية وسميرة. بالله يشفيها من زراعي. سيدي شوف بعينيك التصويرة اللي مخرجينها في الصفحة بتاع الوفيات. سير شكون؟ واحد من العائلة. لا وقت. وقتاش مات؟ الله يرحمه. عنده تو 30 سنة واليوم الذكرى نتاع الوفاة نتاعو. شكون هذا اللي من العائلة؟ هذا يا راجل خالتك بو سي محسن. ولا هو محسن عنده تصويرة بو؟ من جابها؟ زعما خذاها من إدارة السجون؟ ممكن. بعد استدعيتني ما هو لاباس شفما. قريتش الجريدة؟ تعرف انا الجرايد العربي ما نقراهمش، نقرا لابريس. الجرايد السوري حاصل بصفه عامه. حل حل صفحه 12 ركن الوفيات. والعياذ بالله، ليش عملت لك؟ دي انا الصفحه الوحيده اللي ما نقراهاش بالكل يا راجل. وش فكرك في الموت على الصباح؟ ليه؟ ثم خبر سمح نحبك تعرفه. ليه؟ قوله لي وبعد تو نقراه. اسمع سيدي، اسمع. اليوم 8 ماي 1981 على الساعة 7 مساء يلتقي زملاء وأصدقاء وأبناء المغفور له حسن محسون أبو القرنين. حسن محسون أبو القرنين؟ إيه. وانا شيهمني فيه؟ إيش يهمك فيه؟ هذا يا بابا نسيب صاحبك، يعني محسن ولده راجل دلال بنت سي الحاج المملوك. محسن ولده راجل بنت، وش يهمني بالحكاية الكل؟ هذا ما هو ولد مبروكة وتحبني نمشي الغادي أنا وندخل عشاني كان نعط ساقي غادي. هذا اللي حب يوصل له سي محسن. خرج البلاغ من غير عنوان باش الناس الكل تظن اللي الدار معروف.
مسكينة هاني جد عقوبة الله. لا تقرأ لا تكتب. هذه نعمة من عند الله. هاي هاني شو الخدمة؟ لا عين لا في قهوة ولا في تي. خليها لي. سيدي الحاج دي لا سونتس. صباح الخير بابا الحاج. صباح الخير. غيبة غيبة طويلة زاد هكا النهار حرق قلبك قلت له فين طلع على بابا الحاج ولا على أمي دوجة هذا الكل خدمة بنيتي خدمة ولا شنو ماك تعرفني واحدة نية معاني في الدنيا وحدي ربي عينك إن شاء الله مطعم تطلع لي كيفك مطعم علاش ليك تطلع خير مني راهي بنت الحاج مملوك ما أدراك وانتي انتي راك بنت بلانك وما أدراك بابا الحاج وانا جاية الصباح خذيتك شوية جرايد قلت راهو قالق وحده تعرف قدش عندي مخرج جريدة درجة توا نقول لك 5 سنين واش فيهم الجرايد والله في صفحة التهاني والفايات فما خبر على نسيبك سي محسن محسن نسيبي خبر عليه وشنو هالخبر؟ خذ اقرا راه خلنا نقرا اقعد 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 حاجتي عندك باش نحكي معك شوية شبيك تخمم يا سندس انسى الخدمة وانسى التخمام ثم حاجات ما يتنساوش هاي البارشة الخبر أبا سي محسن هذا غريبته غريبة بارشة حاجات كيما هكا عمره ما يحكي لي عليها هذه حاجة ترفع الراس أم قدوجة هذا الدلال تقيس في كسوة العرس كيما راه عندك راجلك سيسيها شو اسمه بس الحي أنا عسلام ستنبولي لا عسلام ولا مرحبا أنا مغش عليك يا سلام تعرف لي أنا مغش عليك على ما قلت ليش اللي أحسن المحسون بالقرنين يقرب لك راجل خالتي بوسي محسن ولد خالتي بالله فرحان بروحه وانا هوني ما نعرفش وين في باليش ما جاتش المناسبة سيدي ما تعرفش ليش أحسن بالقرنين كان زميلي في الدراسة لا في باليش كنا في قسم واحد وفي طاولة واحدة احنا الاثنين والله تو بركة في نسمعت سيدي قولي مادام بالقرنين في تسكن ما يهمش خذي معها مواد نحب نمشي ونقرا الفاتحة قدام على المرحوم خسارة هي مش موجودة لهوني راهي مشات الحمام مش بالوسط ووقت اللي ترجع نعلم سيادتك سلم لي عليها برشا وعلى سي محسن ولد المرحوم والله وكان ما قريش الاخبار في الجريدة اليوم ما كنتش نعرف اللي هو توا عنده 30 سنة من اللي مات حوت هيك الحوت نعم حوت هيك الحوت شو عرق عليك سي بحر اسمعني نحبك غدوة الصباح تلبس احسن ما عندك عندك موعد مع مدام درة صحفية في شريط الكيما مش جيت عملك حديث وعلاش هالحديث هذا الصحفي وتعرفني مانيش حباب انا وجريدة القيامة اللهم عارفينها تو عامل تالي جاو كتبوا علينا كتيبة مشومة احنا والمعمل نتاعنا وبهدلت بحالنا هذه مدام درة نتاعك هذيك علاش اخترتها باش يجيو يكذبوا رواحهم على الكلام اللي قالوه فيكم قبل اسمع المرة الأخرى سمعت كلامك كنت علامة نتاع بابا خذيت بخاطري وتوا فاش قام هالحديث الصحفي هذا مش باش نقول فيه ما تقول حد شيء قابل مدام درة والجماعة نتاعها وافرح بيهم
شربهم قهوة، خليهم ياخذوا لك شوية تساوى، من بعد وصلهم والسلام عليكم. ايش فيه من حديث؟ الحديث مكتوب حضر باش. أنا كتبت الأسئلة وفما مختصين جاوبوا عليهم، ما عندك علاش تقلق. إن شاء الله، هو أنت سألت وأنت جاوبت وأنا ينشروا لي تساوي، شو يقولوا له؟ يا محسن، أنا نحبك تكبر، راك قد ما تكبر أنت، قد ما عيلك المملوك صغار قدامك. نكبر بالكذب بالضبط؟ اسمعني منك، إذا كان ما تحبش تكبر، أرجع فين كنت ويا ناس ما كان باس. باهي، تو اللي صار صار. من المرة الجاية مصلح لي، اسمعك لي. علاش؟ كلامي وكلامك مش كيفين. أنا بتورجع وين كنت. وين نرجع وين كنت. أنا ما ورايا كان مشيت. أنا لا عاد نمشي للمحكمة ولا نوقف قدام قاضي يا حاج. هذاك قلقوا منك. يا سادة قد تقيم مولاك. يلا شوف يا عم، القاعد في الدار راهو يعمل قلق. وأنا نقعد في الجار بالكل يا حاج. حوز. هو صح عليك. إيه قال لي نحوس. يا ودي نحوس ما بين عيادات الطب. الفلوس اللي جريت عليها وشقيت عليها الكل ماشيه للطب. يا لطيف يا لطيف يا خيب. جاه ربي اختار. حقا. ما قلتليش على الوليد الجديد المحامي اللي جبته في البيرو متاعك. وليد تعرفه يا حاج. ويعرف انسي سعدك. كان نعرفه. اشكون؟ زيدون. ولد السيدة الدرعية اللي تسكن في الحومة القديمة. زيدون ولد الدرعية كبر وقرا الحقوق ولا محامي ويرافع في المحكمة. ومحامي ممتاز شفته يرافع أعجوبة يا حاج. خليه خليه الشوكة في حلوق الناس المتكبرين. نعم انتم يظهر لي قربتوا لبعضكم ياسر وليت تفاهموا ياسر زاد فوق اللازم. قاعده بساطه بيناتكم. الريحه شم فيها شطت. حرقتهم ولا حرقوك يا سي الصادق؟ الغيبه سي محسن. صراحه قلبي ما عبد عليك. نسيت اللي عندك دار، عندك عائلة ومسؤولية. سقت معش حاطتها بحذانا علاش؟ اش عملنا لك؟ بذريناك؟ اسمعنا ما كيدنيش راهو المصروف نتاع الدار ولا الكراه. مش هذا، وزيد عقول مش مقصر. أما أمك تحب تشوفك، ما توحشتنيش. بعد ما حليت فمك، نعلمك اللي العرس متاعي الجمعة الجاية. وتفضل، هذا استدعاء ليك واستدعاء لسي العقول. العقول؟ بعد ما طردته وعملت فيه شر الشعب؟ يجعلك تطرد كما طرد هو وتدبر خدمة كما اللي دبرها هو. برفان ضاف عفافة وشهرية دوبل. وسمع والوسخ اللي وسخته له قدام الناس كرامة. صراحة في وقتنا هذا الفلوس هي الكرامة. في وقتك أنت برك. لما ناس أخرى تؤمن بالمبادئ والأخلاق والمثل العليا. بربي قل لي، إيش بكل من قابلك تعمل لي درس في الأخلاق أنت؟ ونشر صورة مصور نتاع لورد من لوردات المجلس العموم البريطاني. ها؟ لابس فيها بابيون والبابا. أنا بابا لو كان جا حي يلبس خير منه بألف مرة. جاي للعرس توا ولا ماك جاي؟ ما نعرفش. توا نعمل عليك والا لا؟ مش تعملنا ديكور؟ الزمينتي
امك هي اللي تكبرك وهي اللي تصغرك. امي مريضه باش نزل الحمام تاع قربص. مريضه؟ اش مرضها؟ استحار من امك؟ ما لقيت تنزل حمام قربص؟ كان وقت اللي بجيت باش تعرس؟ تو نعمل عليك والا لا؟ ولا نشوف غيرك؟ عمل على غيري. تمشي في عائله بالفلوس. انا مني جاي ولا العجون زاد. امان كريم، كريم اش هو شويب؟ هذاك السبعة العرس اختي دلال وجار ما تجيش انت وامك. قلت لها امي اللي انتم جايين وفرحانه برشا. امي تومي مرا كبيره. يومي مرا كبير وما تلبس كان لبسة بلاد. كان جيبها من البلاد وتفيق بواحد يضحك عليها ولا يغزر لها غزرة هكا ولا هكا. شنو هذا الكلام اللي تقول فيه؟ شكون عنا احنا باش ما يضحك عليها؟ قديم مرة جيت لدارنا ويظلي حتى حد معاملك معاملة خايبة. أمك وبوك أمك وبوك ربي كثر من أمثاله. ما فما جماعة يجيوكم، سامحني منه، كي عمك السابق. الله غالب، أنت ما تحبش تسمع كلامي، قداش مرة نقول لك، هاكا محسن راجل دلال، متربي في دارنا، وراجل زوالي وما كملش قرايته، مع هذا راضين بيه، خلي أنت، اسمع اسمع، لازمك تحط حاجة في مخك، مادام أمي وبابا راضين بيك، جماعة الآخرين كل ما يهمكش فيهم. مادامك أنت شاهي ناسب كلك جبتي الاستدعاء هتاوى نروح للبلاد هتاوى نجيب الوالدة وقد تكون فرصة باش تشوفك فيها على خاطرها تحب تراك. شنو عامل اجتماع اشلبكم على بعضكم؟ صلي على النبي يا سي حسن. وهرك باش تاخونا بعاي عم حسن. كعبة الجاتو هذي كنت باش نهزها لكاري والله ما تخوها كان انت. وهو على منطق ولا حلو عم حسن ماك خديت كعبة الجاتو تفضل وسكر الباب وراك زيني بتاع بخار. البنات نحكي لكم على كاسي كريمة لكن هاد ندخل البيرو نلقى بحذاه ولد خالته سي محسن حسون اللي يقولك مدير شركة. هو شافني هو قالوا اوه هذه نذيرة قديش تعرف تلبس يكحلوا السيد زنز كحرة سكتوا يا اخي اش قالوا؟ قالوا كيفاش كيفاش تقول نذيرة طفلة جميلة ولباسة وذكية. اي عزيزتي اطلع منه ميلا هذيك كري الماكلة اللي تجيبلو فيها من داركم. هذيك علاش حتى انا اليوم كعبت الجاتو في عضن هزهالو عطيتها لعم حسن اش مات فيه؟ والله ما يستاهلها كان عمك احسن انت على الاقل راجل زوالي. حتى سي كريم يستاهل اش عندكم تقولوا فيه؟ بابا يبدلوا علينا هالسحن ما عادش تحب نسمع صوته ولا نشوف خليقته. ما عادش تحب حتى وحده منكم تدخل له خاصه انت لا فوزيه مش تغفلي تمشي تدخل له بالسرقه. هو الحقيقه كان ما جاش راجل طيب و ناس مليح وعليه الكلام ما كنتش نعيط لكم. شكونو يا اخي؟ اش ثم قولي اش ثم؟ يا اخي علاش احنا عاملينو هالاجتماع؟ ما ثم كان خير. سي محسن حسون ولد خالتك اللي ما يتسماش. شوفوا شو بعثت لكم. هالفلوس الكل لينا احنا؟ ما قالكش علاش بعثها؟ صدقة ولا زكاة؟ قال لي هذاك علاش عيطت لكم باش تحسبوا معايا الفلوس كل واحدة تخو بايا. يا ناصر يا ناصر يا عايش خويا اذا تحبنا نقعد ونتعاملوا مع بعضنا الشاكله اي لا نحب فلوس حب اي كالعاده كالعاده في قهوه البرد
اه يا بسلام. اه عم احمد شنو احوالك؟ الحمد لله. شنو هو تو باقي شد صحيح باش تمشي علينا؟ ناوي ناوي؟ فيه البركه. تو عمري قرابه 70 سنة. ما زالت البركه. يا محمود! محمود! نعم سي مرسي. قل لي وينك الظرف اللي قلت لك اكتب عليه اسمه محمد؟ اه اوقف القجار الفوقاني. هاي تفضل. وين سي محسن؟ مخيط حسابي بالكل. هذيك تذكره نتاع الطياره باش تمشي للعمره. وشويه فلوس باش تعاون بهم روحك. اوك دعينا دعيوة خير. انا وليدي ندعي لك بالخير من نامس مش من اليوم. اوك قلت له سي الحاج قلت له عم احمد باش يتعدى لك يسلم عليك ويشكر فضلك. تو نتعدى له. اوك كان نجدك على المعمل و اعرف كيفاش الجو. كن متهني يا وليدي. يا سي احمد كلمة منك في بخصوص المعمل نعتبرها شهادة كبيرة. شنو يحوال معك؟ في غاية ونعمة يا حاج. وسي محسن اش عامل معكم؟ والله كان الخير يا حاج. محترمنا ومحترمين. باقي رافض يعمل بير ويعمل باب ومخلي نجارة والغيرة ما كلت له شعره. كأنك حاضر يا حاج. قد اللي لحيت عليه ولا حب يسمع الكلام. راسه صحيح شوية. ما يسألش. حبيت نعمل له توكيل ارفض. طيب شو رأيك نعمل له توكيل بالسيف؟ زيدكم في دقيقكم يا حاج. تو سي محسن نسيبك دمك ولحمك. ياسر يجي منه ما تمشيش. يا بنتي يا بنتي يجي ونص. انت اسكت على روحك. قالك صاحب واحد في الدنيا زيد قاطع هو هكاك نقعد ورا سي راسك. يا بنتي اسمع قولك تو هذا سي الحاج خرج من قشرتنا وانا اللي خرج من قشرتنا ما عادش منا بالكل. رجل كان يسكن في المدينه ستر ربي مبقي عليه عائله يا امك تهضر بيها المثل. امه وبناته مدري كيفاش تفرتوا. واحده خذات كوا ولد مبروكه والاخرى خذات واحد قال لك باش يولي مهندس نهار اخر قصديري ولا شنو ما نعرف. الاخرى هيك من بول من بوم البوم والدنيا مفرته وقال لك لا والله خطبها واحد طليان وتقريبا باش ياخذها. عاد انا ما زلت نستغرب بيه هذا الحاجه اللي تقول عليها. راهي يا نفيسة كلمه زعت سوق الناس الكل. وانت ايش يهمك ولي امرهما كل واحد يعرف ما يصلح به. هيا هيا قوم نمشي ونطلع عليه ونمشي. تي نمشي طلع عليه اما مش والله ايش نقول لك تو هذا الحاج وقت اللي يعمل حاجات كيف هكا انا يفرحسني ما عادش نولي نتبرى منه خير. رجل تدخل في الاسطوره. انا مثلا صدق بلانك ما ادراك ما يقهرني حتى شيء شيء ما يقهرني. يعني ربما في الدار قهرتني كملكه نتاع حتى ويني هي ملكه؟ ها مشات تطلع على دارها تو عندها شهر ونص ما رجعتش. اش بيه طبلتها؟ اش حاجتك فيه؟ مانيش قايمه بشؤونك؟ ايه دكورت قايمه بشؤوني. ليه لكن انت شؤونك شكون يقوم بها؟ وانت فينك؟ مش مولا بيتي انا عشايب يا مفخوت. نعم ما تقوليش اش بيه الحس بايت والحومه محسوب مسكره. اللي سكر سكر واللي هز هز. شنو اش ترسلي نمشي وحدي العرش بنت الحاج رسلم ولا شنو؟ علاه تحب نكلم عمار سمسار يمشي معاك؟ عمار سمسار ما صح رقتك. هذاك لو كان يشوفه الحاج رسلم الا يستنطط ولا ينحي زوزين دم. ما نهز زيدون. زيدون ماذا بيا الحق ما يسمعش في هضره العرس. خليه على روحه بالك في يوم من الايام تهدى الجراح وتنام. عمره جرحي انا اطول من الايام يا مفخوت. الشباب مثلا الشباب ما نحبش نسمع اسمه. هذاك كيف واحد يطلب قهوه غادي يبدا يصيح ويزوق ويزوت حتى لين يصيح ويقوم يطبق رجلي وانا في الحانوت. تضحك. شنو رايك في حمتين؟ باهي حمتين. حمتين والله فكرتني فيه.
هذاك المغبون وعدته باش نعرش له. فكرني كيف نرجعوا من عند الحاج رستم باش نمشي ناخذ له اخت الهام عيوني هكاك نرتاح على حمتين ونهجج الهام عيوني في الحومه. ما تعرفش كيفاش شنو رايك لو كان تهز الهام عيوني معاك وتحكي له في الموضوع؟ مرنزك مرنزك ومصغر عقلك. عليه؟ نمشي نجيب الهام عيوني من بوفيشه. ما في بالك شي عندي في الجيش. نسيت تعرفش كيفاش تو نمشي معاك انا نقصر معاك الوقت. انت تقصر في العمار مش في الاوقات. اسبقني شد لي تاكسي هني في شرطك. كريم طلع عينك سرقت روحي باش نقولك حاجه عليها فهم في بالك اللي عرس محسن وتخيلتك قرروه الليله وانت شكون فاهم الصالون مقلوب سفيه على عليه جابوا الرقصات والشطحات يا سيدي وسمعتهم يقولوا اللي مش يلبسوه غادي ومش يخرجوه من غادي وقدام الصالون كريم ولد عمي انتو موبيلات شي كبير وانت ماشي معاه من غادي من غادي لغادي وفعزت موبيل فينا هاك بعد اللي عملوا فيه تحب تمشي له وتفرح له سندس قالت لي لازمك تمشي تفرق معاهم الحلو والمشروبات يزني نمشي مستاهل انا اللي رجعت للاستدعاء تاعك ايه كريم وليد عمي راهو ملزك على المر كان مر منها على كل انا ماشي للبلاد اما اسمع نحب تقرير مفصل ونحبك زاده تعمل لي تصويرات انا اعطيهم لمو على الاقل بس كريم انت بروح البلاد سلم لي على الوارد برشا وابعث معاك هالقضيه ما تعرف المصروف كثر علي ومحوايج وشريان وتعريت تهريت تو شهر جاي نكبس على روحي ونبعث لها معك ديما انت تقول هكا لا المره هذه ما فيهاش لعب يا كريم لازم نشري هديه للجماعه شو عم هذا هاي شهر ربعين شهر جاي يعمل ربي دي جواب جاي باسم سي العربي طلبته في الدار ما لقيتوش وعلى خاطر مستعجل شويه قلت بالك سي زيدون يوصله له للدار شكون قال لك الجواب مستعجل هذا هو محلو على خاطر استدعى تاع عرس والعرس الليله عرس شكون زعما ربي زين علي هاكا الاستدعاء اقرا كسمه نرس يا عشق عرس ولدي عرس خوك كريم ايش ولدي هنيني ايش عمك احمد جاي يودع فيا وهناني على عرس محسن ودلال هي كيف بنتي هي وعليه محسن عرسه وما استدعانيش عليه عمر مثل الدار كريم يا وليدي انا نستنى في نهار كيف هذايا يعرس وما يقوليش والحاج رستم ودوشة عليها ما استدعونيش ما فهمتش يا كريم وليدي هزني ليهم والله لا نزوزة نتفرج من برا وذكاون عم نشوفها يا كريم وليدي قول نعم نشوف ولدي نحب نشوف عريس
Thank you.